حافظ؟ ايش فيها هذه؟ من مزعلها؟ بنت فقر ما تبيني اتزوج، خلاص عاد كبرتك وتعبت عليك، ويا الوقت اللي انا اشوف فيه نفسي عيب غلط حرام، في شيء غلط انا سويته؟ يما شنو؟ بدل ما تزوجيني تزوجين نفسك؟ ليكون مسويه سحور بعد. شنو شنو؟ سحور؟ من يسوي سحور؟ اكيد امي، مثل ما سوت سحر الأمينة عشان تحب خالي، ولا خالي منو يحبه؟ حافي منتف. لا انت يا بين تربيه من جديد. هي لا تقولين لي انك بنتي اتفنتي يلا 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 ما صدقت ان الحياة تضحك لي، اجيها هذه وتخرب عليك كل شيء والله ادفنها. الله يهداك يا سعدية، هدي بالك، هذه بنيتك فيها عدوة. لا والله عدوة، اللي تسوي بامها جني وما تبي الخير حقها لا عدوة. الله يهديك ويهديها. وانت شكو؟ يبا كيفك؟ يا اهل البيت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. البركة، ايش هالخبر الحلو؟ سعد قال لي وسيم جاي يخطبك. إيه الحمد لله. تدرين أمينة، من يوم ما احنا اشتغلنا عندك بالشركة والله فتحها علينا، قولي آمين يا عل الله يفتحها عليك دنيا وآخرة. ألف مبروك. الله يبارك فيك. تعالوا تعالوا تفضلوا. اهدام فضلوا تعالوا تحياكم. شنو؟ تعال تعال تعال، انت شو مسوي بعمرك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. انت شو مسوي بعمرك؟ ايش رايك امينة؟ عاد انت تعجبك كشختي، خطبه لازم شوي. زين تعال استريح استريح، حياك الله استريح. ادوك الريح. هذا شنو؟ هذا دعش بقوه. عاد سعد موصيني عليك، هلا هلا بريل اختي وهلا هلا بريل اختي. أستاهل التوصية، بعد باخذ اخته واستر عليها، بس هذا المكان اللي بسكن فيه شكلي بنقل اغراضي من باكر. طفا الحين هذه الموضة الجديدة، يعني العروس تجهز شقتها وتتزوج وتصرف عليه بعد. ايش قصدك يما؟ ما اقصد شيء، بس اقصد كل شيء تغير، حتى عاداتنا وتقاليدنا بتتغير. وصلت وصلت العروس، اشتو انتو مخطر بعد. وعي مو لايق عليها. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شزين شالحلات شالمشمشي. أمينة شكلك انتي بتسوي لي شي بحياتي فضل ما انساه طول عمري.